زبيده اه الاخت زبيده اجي اختي اجي المشاهدين بقاو معنا في البث مباشر متابعه لهذا الحدث بالضبط حاول تحكي لنا من الاول بحيث انا ما كناش حاضرين انا شاد حاول تحكي لنا من الاول اشنو وقع بالضبط المهم انتم كيف ما شفتوا قبيله كان تم الاعتقال ديالو في الفيديو الاول شفتوا بانه كان تم الاعتقال ديالو دابا الناس ديال الدار كيقولنا كيطالبوا بالشهادات وخاصهم هذوك الوليدات باش يصنطقوهم باش يعرفوا شنو عندهم شنو المشكل وحنا دابا كنتسناو وليداتنا باش نديوهم معنا باش يقولوا داكشي اللي عندهم باش يكون داكشي قانوني وكنتمنى القانون ياخذ المجرى ديالو عرفوا الموضوع بالضبط شنو هو اللي حاولوا تعاودوا لنا الموضوع لانه حنا ما كناش حاضرين ما عارفينش شنو الحيثيات ديال الموضوع ديال بصفه عامه الموضوع من الاول ديالو هذه واحد المؤسسه تعليميه كيقراو فيها الوليدات ديالنا حنا اكتشفنا بان الحارس ديال البوابه ديالها كيتبسل على البنيات وكيتحرش بهم جنسيا يعني حيت ملي هضرنا مع الوليدات عطاونا بزاف تاع الوليدات قالوا لنا يعني سولنا الوليدات الصغار كل وحده وشنو كتقول لكم يعني كيشري لهم ادوات جدادين كيشريو لهم ستيلوات كاينه واحد البنيه قال لها اجي شكرتك مقطعه يلاه رجعي معايا يلاه نخيطها لك واحد البنيه قالت كتبسل عليا يعني قاصه في المناطق الحساسه ديالها كاينه اللي كيشدها وكيبوسها كيقول لها حق انا راه غير بحال باباك يعني هو يعني ملي شفنا اكتشفنا ان هذاك السيد يعني راه دماغ ماشي مريض يقدر يكون مريض نفسانيا ولكن هو كيخطط كيشوف غير الام دابا اللي جابت البنت ديالها يعني كيدرس الحاله الشخصيه ديال هذيك الام واش انا ملي غنشد ليها بنتها واش غتهضر ولا لا حيت حنا اكتشفنا ان النص ديال المدرسه تقريبا شي 40 دريه طفل صغير يعني هو اكثريه كيمشي للبنات التحضيري كانوا كيهضروا لا حتى الاولاد لا ولد شوف لا ولد لبنت البنات والولاد جوج حنا ملي كنا كنهضروا كانوا امهات راه تقريبا شي 20 امراه كاينه لدرجه شي وحده سخفات كتقول لك دار لي البنتي ودار لي مازال ما توطش ملي حضرت الصحافه حنا باقي عندنا في هذوك الطابوات ديال حشومه اللعيب هذه غنبان حق بنتي وقال ما غتجوش لا راه خصنا نهضروا راه هادشي انا حنا فاش حنا انا وهاد الاخت مادام هضرنا حنا بغينا هادشي المغرب كامل يتسمع حيت حنا كنحطوا وليدنا في مؤسسه تعليميه عرفتي شنو هي مؤسسه تعليميه كتمشي تخدمي او كتبقاي في الدار كتقولي راه بنتي مشيت كتعلم الاداب ديال الاكل تعلم الاداب كيفاش تلبس حوايجها تقرا يعني تولي واحد شي حاجه في المستقبل باش تجي لدرجه تخلي هذا ذئب بشري معاهم في مؤسسه وحده يلعب عليه وحنا بغينا صوتنا يوصل لهاد الناس كاملين يديروا اتونسيون ما كاينش شي حاجه حيت واحد السيده وهذا لا تطلق غادي ما غاديش حيت واحد السيده ملي جينا دابا لحد الان وما بغاش تبين الوجه ديالها جات عند هو جا عندها هو والزوجه ديالو نهار العيد غير هاد العيد هذا اللي داز هاد السيمانه هادي كلاو معاهم وشربوا معاهم في نفس الطابله باقا السيده ما مستوعباش حيت دخلت البنت ديالها وما تشكاش الام ديالها تشكات للاستاذه قالت لها اه الاستاذه ديالي قدام المدير قالت لها راه كيديني وكيحيد لي سروالي وكيدير لي شي ممارسات راه كيفاش كيدير لي وكيفاش كيدير لي الام باقا ما مستوعباش كتقول لك السيد درويش الله يعمرها دار كلا معايا وشرب معايا يعني هذا الشخص اللي كيدير هاد الافعال هادي واش هو تابع للمؤسسه تابع المؤسسة حارس عام هي ساكن حداها يعني قريب المؤسسه أنا. يعني ساكن جارهم جارهم وفي نفس الوقت يعني ملي هي شكي ولات كتقول لبنتها وسيري سيري مع عمك المدرسه يوصلك بالموطور الدريه ما عارفه شنو كيدير ليها كيدير واحد القيمه حارس بوابه حارس بوابه تابع شي شركه او تابع شركه كتصيفطوا هنا شركه حيت دابا ملي توقف هذا جابوا دابا حارس البوابه واحد اخر يعني ملي كتقول لها بنيتي سيري معاه كتقول لها لا 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 كتخاف ملي جينا نشوفوا لقينا ان الدريه كتخاف غير على الاب ديالها اللي يمشي للحبس يعني الدريه عندها ما تقول وحنا الحمد لله دابا طلعنا لعند الجندار من اعتقلوا وحنا غنهزوا الوليدات ديالنا ملي غيخرجوا غنمشيو ونثبتوا هادشي بالادله ويهضروا الوليدات الصغار كاملين ويقولوا هاد السيد شنو كيدير لهم باش يوقف عند الحد ديالو وحنا كنتمنوا من القانون ياخذ لنا حقنا غير بالنسبه للوليدات شحال تقريبا من طفل وطفله وقع لهم هذا المشكل وحنا انا اللي شفت دابا قدامي اللي دخلوا عند المدير شي 10 العيالات كاين وحده كتقول لك دار لي بنتي وحده كتقول لك باس لي بنتي وحده كل وحده قالت ملي شافوا الصحافه كلشي اختفى انت كتشوف حتى شي واحد ما بقى ما عرفش ان الانسان ربما اختفوا لانهم خايفين على السمعه ديال السمعه ديال الانسان شوف الانسان دير لك ماما ضرقي وجي هضري على حق ولدك الا ما خديتيش انت حق ولدك والحق بنتك شكون اللي بغيتي ياخذوا لك ما كاينش اللي غياخذوا لك ولدتيهم راه خصك تتابعي لهم حقوقهم صافي انا لقيت واحد السيد لقيت عليه الدليل وجات بنتي قالت لي ماما دار لي ودار لي راه خصني نمشي نهضر على حق بنتي علاش شكون غيهضر لي انا على حق بنتي الا ما خديتوش ليها انا يعني حنا كنتمناو وسمحوا لنا لطولنا عليكم لا ماشي مشكل واخا واحد السؤال اخر مرحبا دابا هاد السيد هذا
راه الاعتقال او فسميتو يعني لا في الاعتقال دابا كاين عند الجندر حاليا ولكن خصنا نتبعو الدرك الملكي ولا معتقل كاين عند الدرك الملكي جا هنا قدمتوا الشكايات ديالكم الشكايات وحنا مازال غندوا الاولاد باش يديروا الاثباتات يعني خصنا الوليدات الصغار يعني حنا درنا شكايات ولكن قالوا لنا نتوما واخا عطيتوا لا كارطاس وداكشي ولكن خصنا الوليدات الصغار ناخذوا الاقوال ديالهم نسمعوا منهم حيت اللي سمع من الاقوال غيكون الاثبات حنا هذاكشي اللي علاش جينا دابا غيخرجوا لنا الوليدات مع الوحده وغنديهم يديروا الاقوال ديالهم حيت ما خصناش نسكتوا على هادشي بالنسبه للمدير المؤسسه شنو قال ما عمرها ظهر هذاك السيد خلنا من عرف عرف وقفوا وقفوا على العلم هو اللي علم يمكن لا حنا ماشي مشكل تفضلي انت اللي كانت هذه قبل مني انا جيت دابا الاستاذ المدير فاش لقى ان كاين مشكل مع هذا الحارس وقفوا في البلاصه واتخذ فيه الاجراءات القانونيه ديالو حيت هو حتى هو يعني حتى المدير ما كانش كيعاقبه كيف ما قال لي يعني المدير كان كيحس به حتى هو بحال غير شي بوهالي شي مسكين يعني ما ظنوش يدير هذا المشكل كبير قالك انا كنت ظنيت هذا السيد غيدير هذه المشاكل انا الاول كنت غنتاخذ فيه الاجراء في البلاصه يعني يعني تفاعل مع الشكايات ديالنا وتقبلها وهو معانا ونتمنوا المدير سمع بودنيه يعني حنا الوليدات قالوها حتى للمدير مع الشهاده ديال الاطفال شهاده الاطفال راه هادشي والاساسي دا كيقول لنا سيروا هضروا على حقوقكم يعني بحال الوليدات قالوا حتى الاستاذات قالوا لي ما ودي راه شوقع شوقع هما اللي هضر مع المدير يعني المدير خد الدليل راه ما جاش وهضر من الفارغ ما يمكنش انت غتجي ونوقفك من العمل ديالك وانا ما عنديش عليك شي شهاده البنيات الصغار دخلوا عند المدير وقالوا ليه اشنو كيدير لنا وشنو كيدير لنا وشنو كيعطينا من المدير كنتمنوا من المدير ودي رساله للمدير وكنتمنوا منه يعزز الشهادة ديالنا قانونيا ان شاء الله نتمنوا فعلا ان يكون هذه الشهادة بالنسبة لنا كما سمعتوا هذه شهادة ديال بعض الامهات اللي الابناء ديالهم كيتعرضوا للتحرش او لمحاولة الاغتصاب او للاغتصاب لازلنا نبحث عن الحقيقة ونبحث على هل فعلا هناك اغتصاب هل هناك فعلا اثباتات للقضاء كلمته وللابحاث وللبحوثات كلمتهم كنتم معنا عبر المباشر على مغارب نيوز من جماعة بني يخلف المحمدية في قضية محاولة اغتصاب أطفال في مؤسسة تعليمية السلام عليكم.